وصلنا للفقرة المحببة للكل وهي فقرة السفر. طبعا بدنا نسافر. مرحبا ضحى، نروح اليوم. كيفك يا ضحى؟ منيحة. أنا أنت كيفك؟ منيحة ضحى. اليوم رح تخدينا على كرواتيا. هي كرواتيا على فكرة فاعت، حسيتها فجأة لاحظت هذا الشيء. ليش؟ لأنه بودابست جنبها بالضبط، وفي تيكت صار دايركت فلايت من عمان، طيران مباشر ورخيص، فصار الواحد يستسهل كلها 4 ساعات ونص من بودابست. وكمان حتى الناس بيحبوا يروحوا عليها لانه في جنبها مونتينيغرو وكذا بلد جنب بعض، فالواحد بيستفيد بيعمل لفه هيك لذيذه. بعدين اللي بيحبوا بيحضروا جيم اوف ثرونز، وهذا تصور جزء كتير كبير منه بدوبروفنيك، وهذا الناس بتحب تروح تشوف هاي الاشياء. لجميع جماهير جيم اوف ثرونز اللي يروحوا على كرواتيا. خلينا بالاول نشوف هذا الفيديو عن كرواتيا اللي حضرت لنا اياه ضحى، وبنرجع نكمل. من اللحوم المشوية والأكل البحري حتى خيارات الأكل النباتي والعضوي والصحي. أنا كنت متوقعة إنه البلد حلوة، بس لما رحت تفاجأت قديش هي أحلى، وبنصح الكل يزورها لحاله مع عيلته وحتى شهر عسل. يعني ضحى، بالبدايه بدنا نعرف ليش اخترتي كرواتيا؟ هلا انا من زمان صراحه كثير حابه اني ازور دول البلقان، بسمع عن حضارتها وبسمع عن الشواطئ الحلوه وكل هاي الاشياء، ولما شفت انه في طيران دايركت قلت انه مش غلط اني اروح على هنغاريا اشوف بودابست ومنها انزل لكرواتيا. طبعا التيكت كانت رخيصه كثير. راين ولا راين؟ طبعا كالعاده رخيصه كويس، 80 يورو لبودابست. وكمان اللي بحب ينزل ببودابست ويتفرج عليها بقدر كمان. حلو. بعدين أخذت باص من بودابست لزاغرب العاصمة. كان الباص عبارة عن 4 ساعات ونص و$40 رايح راجع، يعني ولا إشي بلاش. فحطيت في أوميو آب، أبليكيشن اسمه أوميو. هذا عليه بتقدر تحطي أي مدينة بيوروب، يعني يعني هي مواصلات بين أي مدينتين بأوروبا، بيبين لك مش بس القطار، الباص والطيارة كمان بأرخص الأسعار. الوقت والسعر، الوقت والسعر كل شيء، والباصات كمان والترينات. طبعا في اكثر من وقت باليوم اللي بيناسب الواحد بيقدر يختار. لطيف. رحت وصلت لزاغرب، وكنت طبعا حاجزه شقه صغيره بنص السيتي سنتر. احكي لكم على النهفه اللي صارت معي. احكي. وصلت طبعا على ال 11 ونص بالليل، تاخر الباص لسبب او لاخر نص ساعه زياده، وانا اصلا كيف الواحد بيقول لك بتعلم من كيسه، ناسي اخبر صاحب الشقه انه انا رح اوصل على 11 ونص بالليل. وصلت طبعا انا ايش مفكره انه يلا هو بده يستناني، اكيد ما رح يستناني، يعني في وقت محدد انه لازم تخبريه انه امتى انت بدك توصلي. وصلت طبعا انا والشنطه بس بشوارع كرواتيا لوحدي. وايش لما وصلت على الباب قلت انا مش مخبريته لصاحب الابارتمنت انه امتى انا بدي اوصل. ارن ما حدا اكيد رح يفتح لانها الشقه فاضيه ماجرها، يعني مش رح الاقي حدا يفتح لي ساكن فيها. فبرن ما حدا بيرد. بعدين تذكرت رقم تليفونه على بوكينج. طبعا ايش وقتها كمان ما معي كونكشن، هذا الحكي قبل شهرين قبل ما زين يعملوا الرومينج. بالضبط ما في كونكشن، وهيك طلعت رقمه وصرت انه احاول انه مثلا انه ارن عليه، انه كان معي رومينج من خط ثاني، فعم بحاول ارن وكذا ما عم بيرد. بالاخر حكيت مع ناس بعمان، قلت لهم انه انا هون اللوكيشن تبعي وفي هيك قدامي، صار زوجي يعني بده يحاول انه يحجز لي وانا على التليفون معه. من عمان يقول لي انه امشي مثلا شارعين بتلاقي. بس باخر لحظه حكى معي، طلع صاحب الشقه طيار وكان يشتغل دائما بيجي على عمان، يعني من قبل 30 سنه وهلا متقاعد. وإشي ولا احلى من هيك يعني. انت رحتي لحالك؟ رحت لحالي. هي طبعا كرواتيا من امن الوجهات اللي ممكن بنات انه يسافروا لحالهم. كثير امان، يعني انا 12 بالليل كنت واقفه بالشارع، وطبعا يعني الا ما الواحد يصيبه شويه رهبه مع انه بسافر كثير، انه انت وشنطتك وكذا، بس لا عن جد امان، يعني ولا حدا عادي. من اي ناحيه؟ شو السبب؟ ما بعرف، هي ثقافه.
وعندهم الست يا أختي إلها هيك مكانتها بالمجتمع بطريقة في تقدير للست. طب حلو يعني الستات بيقدروا يسافروا على كرواتيا لحالهم، حاطين إيديهم وإسرهم مي بارد خلص شكلها بدر أنا ورزان يلا الحلقة سفرة بدنا نروح على أول حدا يحكي لنا يلا يا صبايا أول حدا يعزمنا عليها. طب ضحى قولي لنا كيف حجزتي؟ هلا التيكت والمواصلات قلت لها قبل قد ايش حجزتي؟ قبل 3 اشهر. قبل 3 اشهر قبل 3 اشهر من شهر 3 كنت حجزت لها هاي السفره، سافرتها بشهر 6. لما وصلت قبل ما اوصل كيف كنت بدي امشي؟ طبعا كان عندي ايام محدده، هي بعيد الفطر انا سافرت، ويعني كنت بدي اقضي قد ما بقدر بكرواتيا، وبنفس الوقت كمان بدي ازور بلد جديد. فلقيت لما طلعت على الخريطة إنه أضبط حل إني أزور القسم الغربي منها اللي هي منطقة إستريا، وأترك دوبروفنيك وسبلت والشواطئ الجنوبية خلينا نحكي لمرة تانية ممكن أزور مونتينيغرو مثلاً فيها، لأنها كتير قريبة على مونتينيغرو. فأنت ما رحتي على دوبروفنيك ومونتينيغرو؟ لا 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 ما رحت. رحت على إستريا اللي هي قريبة على الجزء الإيطالي. اللي بيحب إيطاليا وبنفس الوقت مثلاً حابب خلينا نحكي يتذوق جو إيطاليا من دون ما يدفع كتير، لأنه هلأ في وجهتين من راين إير لإيطاليا، بس كمان كرواتيا كتير متأثرة. يس منطقة إستريا بكرواتيا كتير متأثرة بإيطاليا، لأنها كانت كلياتها زي رومان كولونيز زمان، يعني فيها كانت محتلة من الدولة الرومانية بالضبط، ففيها الطابع بالضبط. يعني حتى واحدة من المدن بولا فيها مدرج نفس الكولوسيوم بالضبط، نفس الكولوسيوم اللي هو بروم. فكان كتير إشي حلو يعني، والآيس كريم زاكية كتير لأنها جيلاتو بالضبط وحلوين. وفي هناك كمان برضه اتفاجأت أصغر بلدة في العالم اسمها هوم، إشي كتير صغير عبارة عن شارع ونص. شفت صورك على إنستغرام كتير حلوة كتير حلوة، يعني هي عن جد هيك كتكوتة، ومعروفة عندهم الكما إذا بنسمع فيه، هو نوع من أنواع المشروم الفطر. كتير عندهم مشتهرين فيه، وبعملوا منه يعني خلطات وأشياء، وبخلطوه مع الجبنة ومع الكذا، عن جد زاكي. فالأكل زاكي يعني نضمن الأكل زاكي. تعرف إيش حبيت بهاي المعلومات؟ بحب أعرف بالسفر دائما، وأنت كتير اسمها بتسافري، إيش الشوارع هاي الناس ما بتعرفها؟ زي هذا الشارع اللي قلتنا اسمه هما، إيش اسمه؟ هم اللي هي اللي بالبلدة هم. اللي هي عبارة بس عن شارع ونص قديمة، كلها بيوت قديمة الحجر. في كمان برضو شارع زاغرب اللي هو تكالتشيتشيفا اسمه، تكالتشيتشيفا تكالتشيتشيفا ستريت. هذا بنحكي بس تحكي انت كرواتي ما بدنا هذا عشان المابس يا قد ما بتكوني كتبتي بالضبط. فهذا الشارع كمان اللي بحب الاكل، اللي بحب يدوق اكثر من نوع اكل، كل الشارع مليان مطاعم واهاوي، ويعني عن جد حلو، وبضله فيه حياه يعني حتى بعد ال 12 بالليل ينبض بالحياه، العالم سهرانه، واللي ما بيحبوا يناموا بيحبوا يسهروا. في رجيل، في كافيهات، في اكل سريلانكي، لقيت مطعم سريلانكي هناك ويعني ماخذ ريتينجز عاليه والله. المطاعم اللي هناك عن جد اكلها زاكي، فحلوه كتير يعني. زاغرب قعدتي هناك؟ قعدت فيها 5 ايام تقريبا. رحت على زاغرب، من زاغرب رحت على رايكا وهم ومدينه تانية اسمها اوباتيا كمان على البحر، ونزلت لبولا وروفين في بيتشان. والله انجاز يعني لفت منيح انجاز، بس اظن بتضلي من الصبح للمساء تلفي فيه. وفي ايام هدول البلدات الصغار اللي زي هم وبيتشان وهدول، هدول بتقدري تشوفي مثلا تنتين ثلاثه بنفس اليوم وانت سايقه يعني. طبعا استاجرت سياره من زاغرب، بدي اقول لك انه بدون سياره ما بتقدري تعملي، لانه التاونز الصغار او البلدات الصغار مش كتير دائما بتلاقي باصات وترينز بوصلوهم، يعني في اوبر شغال بالمدن الكبار. غالي اوبر عندهم؟ لا نفس يعني حتى ارخص من عندنا شوي. لا لا ارخص من عندنا شوي والله. ممتاز رخيص. طبعا هي عملتهم الكونة كل خلينا نقول 7.5 كونة هو يورو، فهي البلد رخيصه يعني كثير افوردبل، انه بيقدر الواحد يروح وما يصرف كثير. طب فيا ايش ايش في شيء هون مكتوب عندي اسمه فليكس باص؟ فليكس باص ما هذا؟ هذا الفليكس باص هي شبكه باصات خلينا نحكي
يعني هي بتشتغل بكل يوروب خلينا نحكي بين المدن، فهاي واحدة من الأشياء اللي أنا أخذتها عشان أروح من بودابست لزغرب. يعني زي ما عم بتشوفوا بالصور المدن فيها بحر وفيها يعني مدن ونشاطات وأشياء يعني كتير مناسبة لعائلة، حتى كمان مش إنه بنت لحالها، وكابلز كمان برضو بيقدروا يسافروا. شغل شهر عسل كمان ولا مش كتير؟ 100% يعني أنا تفاجأت، يعني كان عندي توقعات إنها حلوة، بس لما رحت يعني لهلأ كل ما بزهق أو هيك أحبط بالشغل أو إشي بفتح وبتفرج على الصور. هالقد كتير حلوة عن جد. خلي الناس ياخدوا أفكار عن جد يغيروا على وجهات وين يروحوا شهر حسن. لا حلوة كتير، والسواقة فيها جدا سهلة. حلو الشوارع حسيتها هيك قريبة. السواقة كتير سهلة منظمة. طب يعني إذا بدك تحكي لنا هيك شغلة لاحظتيها بكرواتيا الناس بالمرة ما بتعرف عنها، احكي لنا إيش في هيك شغلة مثلاً يا أما بأكلهم أو مثلاً بعاداتهم وتقاليدهم، إيش في إشي هيك حسيتي كتير أثر فيكي؟ تعرفي شغلة انتبهت عليها بكرواتيا قديش عندهم وعي صحي، health awareness. يعني بتلاقي وين ما تروحي على أي شارع بتدخلي في سوق في سوبر ماركت إلا ما تلاقي أكل عضوي، وإلا ما تلاقي السوبر ماركت بعصر وعصير فريش قدامك وبحطوا فيه اللي هي الورقيات خلينا نحكي السبانخ وهي الأشياء بالعصير. يعني تخيلي قديش إنهم بيهتموا بصحتهم. هذا إشي كتير أنا يعني لفت انتباهي وبعني لي، وحلو إنه تشوفي قديش الشعب عنده وعي صحي. يعني صح إحنا طبعاً هي هلأ ما هضوح حق تأكل أكل صحي، لأنه قد ما سافر مش معقول تاكل الاكل الزاكي. طبعا. لا بس انا عم بقارن حالي فيها. يعني انا مثلا بالسفر اذا بشوف هيك شيء صحي ايش حدا انا جاي هيك بكون رد فعلي، بروح مثلا على الحلو وبروح على الاشياء الدسمه للاسف الشديد وبرجع نصحاني. كل شغله شوي دسمه كثير حبيتها اللي هي الشتروكلي اسمها. هي زي طبقات عجين بيستري بتكون محشيه برضه جبنه وبتكون مطبوخه بالكريمه. يعني كل هالطبقات يا الله زاكي. عن جد زاكي كثير. هذا الحكي المضبوط. كريمه. طيب ضحى احنا متشكرين وجودك معنا اليوم، يعني دائما بتعطينا افكار لوجهات ممكن نروح عليها بأقل التكاليف. مبسوطين كتير على المواضيع اللي بتحكي لنا اياها، يعطيك الف عافيه. مبسوطه فيكم كمان حبيبي.